بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الأولى قسم أنظمة الحاسوب، موضوعنا لهذا اليوم هو Variables Declaration، أي الإعلان عن المتغيرات في لغة C. وقبل الدخول إلى هذا الموضوع أحب أذكركم بالمتغير واللي سبق وأن أخذناه في محاضرات سابقة، وقلنا المتغير هو عبارة عن موقع في الذاكرة أو مكان في الذاكرة يستعمل لتخزين القيم لغرض استخدامها لاحقا في البرنامج. أما موضوع الإعلان عن المتغيرات فنقصد فيه هي عملية تسمية المتغيرات ونوع البيانات الخاص بها في لغة C++. وتسمح لنا لغة C++ بالإعلان عن المتغيرات في أي مكان في البرنامج، بشرط أن يسبق الإعلان عن المتغيرات عملية استخدام هذا المتغير في البرنامج. الصيغة العامة للإعلان عن المتغيرات هي Data Type ID1, ID2, IDN إلى IDN. نقصد Data Type هو نوع البيانات. نوع البيانات ممكن أن يكون Integer أو Short أو Long، الأعداد الصحيحة الموجبة أو السالبة. ممكن أن يكون float أو double الأعداد الحقيقية، ممكن أن يكون character للقيم الرمزية أو الحرفية. أما ID1 وID2 إلى IDN فهي أسماء المتغيرات، وقلنا أسماء المتغيرات ممكن أن تكون X أو Y أو Z أو A B C، أي إن كان من أسماء هذه المتغيرات. وأحب أيضا أذكركم أنه الانتقال بين الشرائح نضغط على زر الفأر الأيسر أو مفتاح إنتر أو السهم النازل. نتعرف على بعض الأمثلة حول الإعلان عن المتغيرات. فمثلا إذا أردنا الإعلان عن متغير اسمه X من النوع الصحيح، نكتب integer فراغ x وننهي الجملة بفارزة مقطعة. لتخزين قيمة في هذا المتغير يجب أن تكون القيمة صحيحة، مثل x يساوي 25. متغير من النوع الصحيح القصير short a و b فارزة مقطعة. ال a و b متغيرين من النوع الصحيح القصير، مثال عليها A تساوي 15 B تساوي 40. مثال آخر عن الإعلان عن المتغيرات Long N1 فارزة N2 فارزة N3 فارزة مقوقة. هذه المتغيرات الثلاث N1 و N2 N3 هي أيضا من نوع المتغيرات الصحيحة الطويلة، مثال عليها N1 يساوي 3,254,677. يعني المتغيرات التي يتم تخزين فيها قيم كبيرة يجب أن تكون من نوع Long. أما المتغيرات التي تخزن فيها قيم صحيحة صغيرة فتستخدم أما Integer أو Short. مثال آخر حول الإعلان عن المتغيرات من النوع الحقيقي، عندنا متغير باسم C، ممكن أن نكتب float C. أذكركم أنه يجب ترك فراغ فيما بين نوع البيانات مثل هذا المثال float والمتغير اللي هو C، ننهي الجملة فارزة مقوطة. هناك نوع آخر من الإعلان عن المتغيرات من النوع الحقيقي وهو double، مثال double فراغ K وفارزة مقوطة. الفرق بين الإعلان عن المتغير من نوع float ومن نوع double، المتغير من نوع float يمكن أن نخزن فيه قيمة تحتوي على 6 مراتب أو أقل على يمين النقطة العشرية. أما نوع البيانات من النوع الحقيقي المضاعف الدقة وهو double فيمكن تخزين قيم تحتوي
على مراتب على يمين النقطة عشرية ممكن أن تزيد على 6 مراتب. المثال السادس وهو حول استخدام أو الإعلان عن المتغيرات من النوع الحرفي. إذا كان المتغير من النوع الحرفي يحتوي على رمز واحد فيحصر بين علامتي اقتباس مفردة، كما في المثال S يساوي وعلامة الأت. لاحظنا أنه تم حصرها بين علامتي اقتباس مفردة. أما إذا كانت القيمة الرمزية أو الحرفية تحتوي على أكثر من رمز واحد فيجب حصرها بين علامتي اقتباس مزدوجة، كما في المثال T يساوي ABC. لاحظتوا أنه تم حصرها بين علامتي اقتباس مزدوجة. أعزائي الطلبة، نعرض لكم تمارين حول كيفية الإعلان عن المتغيرات. التمرين الأول، أكمل الجدول الآتي. عندنا هذا الجدول يحتوي على 3 أعمدة. العمود الأول من اليسار variables أي المتغيرات، العمود الثاني هو type أي نوع البيانات، والعمود الذي على اليمين هو declaration أي الإعلان أو التصريح. فإذا كان عندنا متغيرين هما X و Y ونوع البيانات هو integer أي من النوع الصحيح، كيف يتم الإعلان أو التصريح عن المتغيرات X و Y اللي هما من النوع الصحيح؟ نكتب integer ونترك فراغ ثم أسماء المتغيرات X و Y. إذا كان هناك أكثر من متغير يجب الفصل بيناتهم باستخدام الفارزة، وننهي الجملة باستخدام الفارزة المنقوطة. والتمرين الآخر F، عندنا متغير من النوع short وهناك 3 متغيرات P1 P2 P3 من النوع float. المتغيرات W و T من النوع character، المتغير T من النوع double، المتغيرين C و D من النوع log. المطلوب منكم طلابنا الأعزاء أنه إكمال هذا الجدول. التمرين الثاني حول الإعلان عن المتغيرات هو أيضا إكمل الجدول التالي. الجدول يحتوي على 3 أعمدة. العمود الذي على اليسار عنوانه variables أي المتغيرات، العمود الأوسط هو value أي القيم، العمود الذي على اليمين هو declaration أي الإعلان عن المتغيرات. فإذا كان لدينا متغير اسمه أي قيمته 5.326 أي يحتوي على نقطة عشرية، كيف يتم الإعلان مسبقا عن هذا المتغير؟ بما أنه هذا المتغير أي يحتوي على قيمة هي تحتوي على نقطة عشرية وعدد المراتب التي على يمين النقطة العشرية أقل من 6 مراتب، فإذا نوع البيانات هو float. نكتب float، نترك فراغ واحد ثم اسم المتغير أي وننهي الجملة بفارزة منقوطة. بعد ذلك، بعد الإعلان عن هذا المتغير، يمكن استخدام هذا المتغير لتخزين القيم، كما في المثال A equal 5.326 semicolon وننهي الجملة بفارزة منقوطة. المثال الآخر، اسم المتغير H، القيمة المراد تخزينها هي عبارة عن رمز علامة الدولار. بما أنه القيمة رمزية إذن نستخدم نوع البيانات character ثم نترك فراغ واحد واسم المتغير H وننهي الجملة بسيميكولون أو الفارزة المنقوطة، ثم نستطيع استخدام هذا المتغير لتخزين القيم بعد الإعلان عنه، كما في المثال H equal علامة دولار محصورة بين علامتي التنصيص المفردة. ومثل ما قلنا سابقا أنه إذا كانت
القيمة الرمزية تحتوي على رمز واحد يمكن حصرها بين علامتي اقتباس مفردة، أما إذا كانت أكثر من رمز من رمزين فما فوق يمكن حصرها بين علامتي اقتباس مزدوجة. عليكم إكمال باقي الجدول كما في المثال الثالث K، والقيمة المطلوب تخزينها 456، ثم D وقيمة صحيحة سالبة، T القيمة أحمد، و W القيمة هناك قيمة تحتوي على نقطة عشرية وهي قيمة حقيقية، ثم المتغير جي والقيمة الصحيحة 31986. برنامج حول الإعلان عن المتغيرات. البرنامج الأول هو عبارة عن برنامج يقرأ أو يدخل ثلاثة أعداد أو قيم مختلفة ثم يطبعها. البرنامج مثل ما تشوفون محلول قدامكم، يبدأ برمز المعالج المسبق اللي هو رمز الشباك أو هاش، ويتضمن قناة الإدخال والإخراج iostream.h، ثم الدالة الرئيسية main، وقوس اللي هو بداية الدالة الرئيسية، بعدها الإعلان عن متغير باسم نم أو نمبر من النوع الصحيح، وتم تخصيص القيمة 3 لهذا المتغير. المتغير من النوع الصحيح تم تخصيص أو تعيين القيمة 3. Cout number ثم علامتي الأصغر number وعلامتي الأصغر وباكسلاش أو الخط المائل والحرف N. ماذا تعني هذه الجملة؟ Cout تعني طباعة، number وequal وراء يساوي، بما أنه محصور بين علامتي الاقتباس المزدوجة فمعنى ذاك أنه ستظهر هذه الكلمة أو الجملة على الشاشة مثل ما هي. ثم اسم المتغير number سيتم طباعة القيمة التي يحتويها وهي 3. باكسلاش ان او الخط الراجع ان يعني بعد طباعة قيمة نمبر يتم النزول الى سطر جديد. ثم هناك اعلان اخر عن متغير ولكن من النوع الحرفي اسمه سي اتش، والقيمة اللي تم تخصيصها الى هي الرمز اي، اي ان المتغير سي اتش من النوع الرمز او الحرفي وتم تخصيص الرمز اي له. بعدها سي اوت كاركتر ايكوال محصور بين علامتي الاقتباس المزدوجة، بما معناه سيتم عرض هذه الجملة على الشاشة. ثم بعد ذلك اسم المتغير سي اس سيتم عرض قيمة هذا المتغير، وباكسلاش ان اي النزول الى سطر جديد. هناك اعلان عن متغير إعلان ثالث float fa equal minus 34.45 semicolon، أي إعلان عن المتغير fa من النوع الحقيقي مفرد الدقة ويحتوي على قيمة سالبة هي سالب 34.45. يتم طباعتها باستخدام الجملة سي اوت، اي جملة طباعة سي اوت، وجملة تعليق او جملة توضيحية اللي هي real number equal، ستظهر على الشاشة هذه الجملة. ثم محتوى المتغير fa، سيظهر محتوى المتغير fa وبعد ذلك النزول الى سطر جديد. اذا تلاحظون هنا ثلاث إعلانات عن المتغيرات وثلاث جمل طباعة، كما موضح بعد تنفيذ البرنامج ستظهر المخرجات كما يلي: number equal 3 character equal a و real number equal 34.45.
في هذا المثال تم استخدام عملية الإدخال من نوع التخصيص. يعني بصورة عامة عملية الإدخال في لغة سي هي بطريقتين. الطريقة الأولى إذا كانت القيم معلومة نستخدم جملة التخصيص أو التعيين وهي المساواة كما في هذه الأمثلة. أما إذا كانت القيم غير معلومة يعني مجهولة فنستخدم جملة الإدخال CN. البرنامج الثاني حول الإعلان عن المتغيرات هو نفس البرنامج السابق، ولكن في هذه المرة سنستخدم جملة الإدخال CN. متى نستخدم جملة الإدخال CN؟ إذا كانت قيم المتغيرات مجهولة. كما تلاحظون أنه هنا تم الإعلان عن ثلاث متغيرات. المتغير الأول اسمه N من النوع integer صحيح. المتغير الثاني من النوع float أي النوع الحقيقي واسمه F. المتغير الثالث اسمه C ومن النوع الحرفي. وتلاحظون أنه تم كتابة ثلاث إعلانات في نفس السطر. هذا ممكن إذا تم إنهاء كل جملة باستخدام الفارزة المنقوطة. ثم بعد ذلك جملة توضيحية أو تعليق see out input integer number. راح يفيدنا هذا الإعلان هذا التعليق بتوضيح ما هي القيمة المدخلة. يعني بما معناه أنه راح نفتهم أنه القيمة المدخلة هي عبارة عن إدخال عدد صحيح. كيف يتم إدخال هذا العدد الصحيح باستخدام جملة CN؟ العدد الصحيح يمثل المتغير N. كيف يتم إدخال قيم المتغيرات بصورة عامة عند استخدام جملة CN؟ يتم إدخال قيم المتغيرات عند استخدام هذه الجملة عن طريق الكيبورد أو لوحة المفاتيح. فمثلا هذه الجملة CN واسم المتغير N، إذن سيتم إدخال قيمة صحيحة سواء كانت موجب أو سالبة للمتغير N عن طريق لوحة المفاتيح. بعد ذلك جملة cout endline أي بعد إدخال قيمة متغير N يتم النزول إلى سطر جديد. جملة تعليق آخر اللي هي cout input decimal number أي هي جملة توضيحية أو تعليق أنه سيتم إدخال عدد عشري باستخدام جملة الإدخال CN عن طريق اسم المتغير F. هنا سيتم إدخال قيمة عشرية أي تحتوي على نقطة عشرية. بعد إدخال هذه القيمة يتم النزول إلى سطر جديد باستخدام مفتاح الإنتر. ثم هناك جملة توضيحية أو ما نسميها تعليق اللي هي باستخدام جملة طباعة cout input character أي إدخال قيمة رمزية عن طريق جملة الإدخال CN، وسيتم فيها إدخال قيمة المتغير C. هذه القيمة ستكون قيمة حرفية كما في المخرجات التي تظهر أسفل البرنامج. لاحظوا في المخرجات أو في المثال الأول السطر الأول من المخرجات input integer number يساوي، هاي ستظهر على الشاشة، والمطلوب إدخال قيمة سيتم إدخال قيمة 5 ثم الضغط على مفتاح enter. وعند النزول إلى السطر الآخر ستظهر الجملة input decimal number والمطلوب إدخال قيمة 20. سيتم إدخال على سبيل المثال القيمة 4.2. بعدها نضغط على مفتاح Enter، سيتم النزول إلى سطر جديد تظهر العبارة Input Character Equal والمطلوب هنا إدخال قيمة رمزية
سيتم إدخال أي حرف أو رمز، وعلى سبيل المثال الحرف أي.